بسم الله الرحمن الرحيم، وخير الصلاة وأتم التسليم على حبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجمعنا اليوم ذكرى ملحمة بطولية تاريخية سطر البحرانيون فيها أروع صور البطولة والإباء، حين لبوا دعوة الوطن للمشاركة باستفتاء شعبي حول اختيار نظام سياسي جديد تحت إشراف الأمم المتحدة، وسجل حضورا كثيفا في مقابل مقاطعتهم انتخابات الكيان الخليفي الصورية، مؤكدين بذلك رفضهم للحكم الدكتاتوري المستبد بنتيجة ساحقة وهي 99.1% صوتوا بنعم لنظام سياسي جديد. عامان مرة على الاستفتاء الشعبي وما زال شعبنا الأبي متمسكا بنتائجه، معبرا عن ذلك بالحراك الذي لم يهدأ ولن يهدأ، فهو منذ انطلاق ثورته قرر تقرير مصيره ولم يتراجع على الرغم من كل القمع الذي لاقاه والانتهاكات الجسيمة. لهذا ومن هنا نجدد دعوتنا لجماهيرنا الحرة إلى المشاركة في فعالية ميادين تقرير المصير المرتقبة يوم غد الجمعة، تذكيرا بالاستفتاء وتمسكا بنتائجه حتى نحقق مصيرنا بما هو حق لنا. الفتحية لكل من شارك بالاستفتاء الشعبي ولمن عمل على إنجاحه، بداء برئيسة الهيئة الوطنية المستقلة للاستفتاء الأستاذة بلقيس رمضان، والطاقم الإداري والكوادر العاملة والمتطوعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير، الخميس 24 نوفمبر 2016.